اختتمت الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية جلسة مباحثات ناجحة في واشنطن حول قضايا تتعلق بالحد من التوترات في الصراعات الإقليمية وتغير المناخ والأمن الصحي والبنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية، وذلك إلى جانب أن أصدرت الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية بيانا مشترك أكد الالتزام بزيادة التعاون في القضايا المهمة للطرفين، بما في ذلك تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي.